المخرج كان مدرسة موسوعية. هنحكي عن الجانب الإنساني لما التقى وهو يعمل كومبارس حامل حربة في الأوبرا مع لوسي ديفيرني. لوسي ديفيرني فتاة رقيقة من أصول ألمانية فرنسية، كانت بتعمل في الفرق الأجنبية اللي كانت منتشرة في أنحاء القاهرة. التقت به في كواليس الأوبرا وضحك وقال لها أنا عازمك على العشاء، وخدها على النيل اتعشوا دقة وسميط. نجيب الريحاني في مذكراته بيقول أنا أدين بالجميل لصانع الدقة والسميط، لأن دي أرخص أكلة كنت أجدها بعد أيام من الجوع. نجيب الريحاني عاش مع لوسي ديفيرني قصة حب وغرام منقطعة النظير، وكاتب في مذكراته إنه لم يدق قلبه قط كما دق مع لوسي ديفيرني. من ناحية علاقاته هو كان منفتح العلاقات، بمعنى إنه ما عندوش مانع يعمل علاقات كل يوم مع واحدة، لكن الحب الحقيقي هو حبه الاثنين، أول واحدة لوسي ديفيرني والتانية هنتكلم عنها بعد قليل. في الفترة دي هو قرر يسيب البنك الزراعي كموظف ويتفرغ للتمثيل والفن، وقال أنا هاخد الطريق من أوله خطوة خطوة. راح لأمه، قبض، كان مرتبه وصل 3 جنيه، راح لأمه وقال لها أدي 3 جنيه وأنا رايح بقى أشوف طريق الفن. أمه رقعت بالصوت ولطمت وضربته بالألم وقالت له أنت مش هتسيب الوظيفة، الوظيفة هي الضمان والأمان، هأكل إخواتك مني. لكنه في لحظة مأساوية بيحكي عنها في مذكراته ترك البيت وما يعرفش هيرجعوا إمتى. الحقيقة هو قعد متلطم الأيام تلطش فيه، مفيش شغل في الفن، يعني ممكن يجيله دور النهاردة يقعد 2 3 شهور ما فيش شغل. فالأم راحت لأم عزيز عيد زميله في البنك الزراعي واللي كان خد أجازة سافر إيطاليا يتعلم ورجع. المهم عزيز عيد رجع وقال له لازم ترجع البنك الزراعي، انت انا زيك عندي حلم ويوما ما نحقق حلمنا. فقرر يسمع كلام امه وودع لوسي ديفيرني اللي كان تقريبا يعني عايش معاها في البنسيونات، يعني هي كانت بتعيش في اماكن يعني متدنيه جدا وبنسيونات.